متطلبات سوق العمل في مجال التصميم الجرافيكي بتمر في متغيرات كثيرة، خصوصاً بوجود السوشيال ميديا. معكم مدحت عيد، سفير شركة أدوبي العالمية في الشرق الأوسط ومؤسس معهد إنسباير مي. زي ما حكيت، تطورات سوق العمل قاعد بتمر في تغيرات كبيرة، والمعايير اختلفت عن أيام زمان. المصمم لازم يواكب هذه التطورات، لازم يعرف برامج أكثر، لازم يكون عنده المعرفة الأكبر كيف يتعامل مع الزبون، شو هي احتياجات السوق. هذا هو المصمم اللي احنا بنبحث عنه هذه الايام. زائد انه المصمم لازم يبعد عن فخ البطاله، لانه فخ البطاله قاتل، والمصمم الناجح هو اللي بيبعد عن هذا الفخ. السؤال هو، هل السوق مشبع حاليا بالمصممين؟ اكيد لا. المصمم المبدع مطلوب، هذا هو الوقت المناسب بانه المصمم المبدع يبين نفسه ويواكب من تطورات نفسه. بخبره المتواضعه اللي استمرت اكثر من 28 سنه، بقدر اكد لك بانه المصمم الناجح والمصمم المبدع ما بقعد في البيت نهائيا. بالإضافة بأنه معظم الشركات الكبيرة قاعدة بتستنى في مصمم مبدع، قاعدة بتعين في مصمم مبدع، مش مصمم بيعرف تولز وأدوات فقط لغير. بالإضافة أنه المصمم لازم يكون عنده فكر تسويقي، ولازم يكون عنده فكر إبداعي، لأنه هو الوحيد القادر على إيصال الفكرة أو المنتج إلى جمهوره. وأكيد بخبرتنا برضو كمان المتواضعة عرفنا شو هي احتياجات سوق العمل، وإن المصمم شو لازم يسوي علشان يقدر يلاقي فرصة رائعة في مجال التصميم الجرافيكي. وبعد هذه الخبرة الطويلة أكيد في عنا تصور إنه شو لازم المصمم يمر بمراحل عشان يطور من نفسه وعشان يتواكب مع سوق العمل وعشان يكون قادر على إنه يأخذ فرص رائعة وفرص إبداعية في سوق العمل. وعلشان هيك أكيد دوراتنا بتخرج ناس جاهزة لسوق العمل. دورة التصميم الجرافيكي الجديدة عندنا صار اسمها سوبرمان. سوبرمان معناته انه انت لازم تكون متخصص بشيء، وليس سوبرمان تعرف من كل قطر اغنية. سوبرمان هي دورة اختصاص. شو متطلبات سوق العمل؟ احنا مطلعك سوبرمان لسوق العمل. شو يعني؟ كيف يعني؟ انا بحكي لك تفاصيل الدورة. دورة سوبرمان هي دورة بحتاجها اي مصمم جرافيكي حابب انه يتطور. الدورة هاي تتكون من عدة مواضيع مهمة جداً لسوق العمل. أولها برنامج الفوتوشوب، 2 أدوبي إليستريتر، 3 سوشيال ميديا فور ديزاينرز، 4 فيجوال كوميونيكيشن، 5 ماركتينج أند أدفرتايزينج استراتيجيز، 6 وهو الأهم الموشن جرافيكس. إحنا المطلوب منك فقط لغير إنه نضيف لك الموشن جرافيكس على حياتك، بالإضافة إنه الدورة هذه بتسلحك بأفضل الشهادات العالمية، شهادات الـ ACA من أدوبي. فأنت بتكون قادر من خلال هذه الدورة، دورة سوبرمان، بأنك تجتاز هذه الامتحانات في برنامج الفوتوشوب والإليستريتور. خلاصة الكلام، دورة سوبرمان دورة رائعة جدا، دورة حديثة، دورة لازم أي ديزاينر أنه يمر من خلالها. كنت مصمم مطبعي أو غير مطبعي، الحل الوحيد عشان تواكب التكنولوجي والتطورات انه لازم انت تفوت في عصر جديد، عصر السوشيال ميديا. عشان افوت في عصر السوشيال ميديا ضروري اني اعرف شوية عن الفيديو، شوية عن الصوت، شوية عن موضوع الماركتينج، شوية عن موضوع الفيجوال كوميونيكيشن. هذا هو الديزاينر الصح، واحنا رح نخليك صح.